قصر البلد حكاية ما بتنتهيش. كرام، بحييكم من برنامجكم احداث الساعه، اهالينا في كل محافظات مصر. طبعا النهارده بننوه عن حلقه مهمه جدا، بس قبل ما نروح للحلقه تعالى هديكم بس جزئيه بسيطه كده عن البرنامج. ان شاء الله باذن الله من الاسبوع القادم هيكون البرنامج مواعيده اتغيرت، هيكون من يوم السبت ان شاء الله، سبت واثنين الساعه 7 مساء برنامج احداث الساعه هيكون على الهواء سبت واثنين، يعني يوم سبت ويوم الاثنين هيكون 7 مساء. طبعا ده لان احنا بنحاول ان احنا نتواصل مع بعض المسؤولين كتير، فطبعا بيبقى الوقت متاخر، وانتوا عارفين المسؤولين بتبتدي تصحى من حوالي الساعه 5 6 صباحا للحركه المكوكيه للعمل لجميع المؤسسات الحكوميه، فبنحاول ان احنا نتواصل معهم بالليل ونسهرهم. فلذلك هنحاول ان احنا هنكون معاكم ان شاء الله من الاسبوع القادم. البرنامج بيتغير مواعيده من يوم السبت الساعه 7 ويوم الاثنين الساعه 7 بمشيئه ربنا، هنكون معاكم بعد كده يوم السبت الساعه 7 ويوم الاثنين الساعه 7، وده اللي هيبقى المواعيد الرسميه لبرنامج احداث الساعه في الفتره القادمه ان شاء الله. وكل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا بالامس كنا بنتكلم عن موضوع خطير جدا، هو موضوع الاستروكس. طبعا احنا بنحاول نبحث حوالين المواد المخدره في كل مكان. ظهر لنا حاجه جديده النهارده، وهي حبوب، عباره عن حبوب. الحبوب دي يعني بتتداول في بعض الصيدليات على انها حبوب منشط قوي، يعني حضراتكم على الهواء مباشره، ده نوع الحبوب اللي بتتداول في السوق يو اس اي. ده عباره عن حبوب يتم تداولها الان بين الشباب والفتيات كحبوب مقويه للطاقه ومنشطات هرمونيه، لكن الحبوب دي حبوب مخدرات واسمها حبوب الحوت الازرق. يعني موضوع الحوت الازرق رجع لنا بحبوب، يعني كان الاول على السوشيال ميديا وعلى المواقع التواصل مع ولادنا والفتيات والشباب في كل مكان عشان يضربهم ويكسر عظامهم من خلال الالعاب الدمويه، طلعوا لنا بحبوب حبوب الحوت الازرق. طبعا الحبوب دي يا جماعه حبوب خطيره جدا جدا، وهي حبوب مخدره، هي ليس منشط للطاقه ولا كلام من ده. طبعا الحبوب دي تجعل الشباب يفقدون وعيهم ويتمشون على وايه كمان، لا ده في كارثه، يعني بيخلوهم كمان يفقدوا الوعي وبيخشوا في حالات اغتصاب وبيخشوا في حالات تحرش، وهي الحبوب دي السبب الرئيسي النهارده في ضرب الشباب المصري في كل مكان. ليه هم النهارده بيقولوا ان الحبوب دي عباره عن منشطات قويه يعني بتعلي الطاقه وحاجات زي كده، لكن اللي امام حضراتكم اليو اس ايه ده حبوب مخدره، يعني دي يا جماعه بتوصل الشاب او الشابه الى موضوع كارثي، الى حالات الاغتصاب، الى حالات التحرش. ليه؟ دي مش حبوب طاقه ولا حبوب منشطه للطاقه او حاجه زي كده، بل بالعكس الحبوب دي حبوب مخدره. وانا بقول لكل من يهمه الامر لهذا يعني المواد المخدره في كل مكان، لان احنا كان بالامس كان معانا حلقه مهمه جدا عن موضوع الاستروكس ومدى خطورته. النهارده ما بقاش بس المواد عباره عن مواد سائله او مواد اعشاب، لا ده النهارده كمان في الحبوب اللي هي بتداول في السوق، وممكن يكون يعني هذه الحبوب مش في الصيدليات بس، لا ممكن يعني انتوا عارفين الشركات طبعا او الاستيراد بتاع هذه الحبوب، فدي يا جماعه بتودي الشاب او الشابه في موضوع كارثي جدا. نخلي بالنا ان المواد دي خطيره جدا بتضرب الشباب، واحنا بنحاول نرصد ما هي المواد الخطيره، يعني الحبوب اللي امام حضراتكم نخلي بالنا، اهالينا امنا المصريه في كل مكان نخلي بالنا، لان احنا بننوه من امس
الام المصريه والاب المصري يخلي باله من ابنه النهارده من خلال يعني الصحبه اللي بتكون حواليه، لان الموضوع النهارده خطير جدا. موضوع يا جماعه المخدر بقى موضوع خطير، انتوا شايفين بقى لنا فتره كده يعني زي ما قال المستشار وليد بالامس، احنا في يعني مستعمر غير طبيعي، مستعمر لتدمير الشباب المصري غير طبيعي. نخلي بالنا من خلال المواد المخدره اللي النهارده بقت متداوله في السوق عن طريق بقى الشركات، عن طريق وانتوا عارفين ان هناك مصانع كتير، مصانع تحت بير السلم وحاجات زي كده. وان شاء الله في الفقره الثانيه مهمه جدا 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 من برنامجكم النهارده، الفقره الثانيه ان شاء الله هتكون مهمه، مهمه لكل ام مصريه، مهمه لكل الاسر المصريه. نخلي بالنا حوالين تدوير بعض السلع الغذائيه اللي موجوده. يعني بصوا يا جماعه، ده البرشام بتاع اليو اس اي، المواد المخدره. يعني نخلي بالنا، لان طبعا النهارده المواد دي بتوصل الشباب الى موضوع كارثي. يعني النهارده بقى خلاص وصلنا لمرحله، والسوشيال ميديا زي ما انتم عارفين اللجان الالكترونيه الاخوانيه عمالين بيتلاعبوا مع الشباب من كل النواحي حوالين تدمير الشباب. النهارده ما يكون هذه المواد موجوده، المواد المخدره في تداول الاسواق عن طريق بقى تجار المخدرات، عن طريق تجار البرشام اللي هم المصانع اللي تحت بير السلم، عن طريق المواد دي خطيرة جدا. نخلي بالنا امام حضراتكم يا جماعة على الهواء مباشرة دلوقت، يعني احنا بنحاول ننوه على المواد الكارثية المخدرة. تعالوا بقى نروح يا جماعة لمحافظة الألوية، وده موضوع مهم جدا. النهاردة السيد معالي الوزير المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، بناء على تعليمات بضرورة متابعة وتواجد المدرس يوميا خلال اليوم الدراسي وعدم التغيب وترك المدرسة لأي أسباب أو مبررات في الفترة القادمة، اللي انتوا عارفين احنا داخلين دلوقتي على مرحلة تعليمية والموسم الجديد من التعليم. النهاردة السيد معالي الوزير المحافظ بيشدد بكل قوة وبكل حزم على المدرس ان يكون هناك عنده استعدادات قوية جدا، وما يكونش عنده اي مبررات للغياب ولا عنده اي استعدادات للغياب، لان هيكون في متابعات كتيرة الفترة القادمة. برضو معالي الوزير المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، سيقوم الدكتور علاء محافظ الأليوبية بتفقد مشروعات مدينة توخ غدا الخميس. النهاردة معالي الوزير المحافظ يعني من اول توليه منصب امام حضراتكم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، ومن اول تولي الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق منصب المحافظة، منصب ديوان عام محافظة الأليوبية، ويوم الجمعة وكان صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة ابتدى يعني يشوف مدى يعني المستشفيات على مستوى المحافظة والمؤسسات الحكومية اللي موجودة داخل ديوان عام محافظة الأليوبية، وهناك تطوير كامل وهناك يعني رؤية حديثة تحت ريادة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ الأليوبية. وبيشوف النهاردة والسيدة النائبة الدكتورة إيمان وجميع الجهاز التنفيذي داخل محافظة الأليوبية، والنهاردة في متابعة جيدة بتتم على مستوى المحافظة من خلال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق بتعليمات السيد الوزير وزير التنمية المحلية السيد الوزير شعراوي حوالين هذا الأمر. ليه النهارده يا جماعه؟ طبعا بعد تولي الساده المحافظين على مستوى المحافظات كلها كان في اجتماع بين الساده المحافظين وبين فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حوالين التطوير وحوالين الانشاءات وحوالين المشروعات، وهناك مشروعات ضخمه على مستوى المحافظات كلها. النهارده هنبدا يعني زي ما بيقولوا كده حياه جديده، حياه حديثه على مستوى المحافظات كلها. وبنتابع يا جماعه مع كل الساده المحافظين في كل المحافظات وكل الساده رؤساء الاحياء ورؤساء المدن في كل المحافظات. وكان بالامس يا جماعه كان في حركه مكوكيه حوالين حي شرق شبرا الخيمه تحت قياده رئيس حي شرق العميد امير الامير، حوالين الاشغالات العارمه اللي بتتم في حي شرق. حاول يا استاذ احمد كده تجيبوا لي فريق الاعداد يجيبوا لي بعض الصور يعني الكميه الاشغالات اللي كانت موجوده وكميه الكمامه اللي موجوده هناك في حي شرق شبرا الخيمه. وكان هناك يعني زي ما انتم شايفين كده، ده سياده العميد امير الامير، يعني هناك حمله، والاول مره في تاريخ حي شرق شبرا الخيمه هذه الحمله اللي النهارده ادت رؤيه حوالين الاشغالات الكبيره اللي بتسد الشوارع العموميه. وبيحاول النهارده يعني شفتوا يا جماعه امامكم على الشاشه اهو تكسير لبعض من
المحلات اللي خارجة عن إطار الشوارع الرئيسية لهذا الأمر. طبعا قوة لأول مرة في تاريخ مدينة شبرا الخيمة هناك تطوير كامل، هناك رؤية قادمة إن شاء الله حوالين المدن في كل محافظات مصر. بنحاول يا جماعة برضو يعني معانا تقرير من هناك من حي شرق شبرا الخيمة حوالين يعني شيل الإشغالات، يعني هناك كان اشغالات تعم في الشوارع الرئيسيه بحي شرق شبرا الخيمه. حاولوا يا جماعه تجيبوا لي التقرير اللي رصدناه من حي شرق شبرا الخيمه، ونحاول نوري مشاهدينا في كل مكان ما مدى الاشغالات اللي موجوده في جميع المحافظات. وهناك بقى تعليمات صارمه من فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الساده المحافظين، والساده المحافظين النهارده ادوا رؤيه كامله للساده رؤساء المدن والساده رؤساء الاحياء حوالين المواطن المصري في كل مكان والاشغالات الكمامة. وهنحاول نرصد لكم على الهواء الان يعني التقرير اللي احنا رصدناه من هناك. يلا يا جماعة نطلع نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. مشاهدينا في كل مكان بنحاول نرصد لكم المحافظات والمدن النهارده ورؤساء الاحياء بالتعليمات الصارمه من فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى السيد الوزير التنميه المحليه السيد اللواء عشماوي الى الساده محافظين المدن على مستوى محافظات مصر كلها حوالين الارتقاء من الاشغالات ومن الكمامة والخدمة العامة للمواطن. ده الهدف الرئيسي النهاردة للقيادة السياسية الحكيمة، وبنحاول ان احنا نرصد لكم جميع المحافظات النهاردة ايه اللي بيتم فيها. فاحنا النهاردة لما يكون عندنا يعني معانا بطبعا اتصالات معانا سيادة اللواء العميد امير الامير رئيس حي شرق شبرا الخيمة. الو بحييك يا سيادة العميد وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة، والسلام عليكم وبس على حضرتك وعلى حضرت السادة المشاهدين وأبناء حي شبرا الخيمة. بحييك يا فندم، وطبعا لتوليك ببارك لك لتوليك منصب سيادة رئيس حي شرق شبرا الخيمة. وهناك كان حملة كثيفة ولأول مرة في تاريخ حي شرق شبرا الخيمة هذه الحملة لكمية الإشغالات اللي موجودة لسد الشوارع الرئيسية. الله يخلي حضرتك رئيس والله يبارك في حضرتك. طبعا انا اول ما وصلت طبعا ولفيت في القطاع بتاع حي شبرا الخيمه، نعم حي شرق شبرا الخيمه، طبعا لقيت طبعا الوضع مزري تماما من حيث النظافه ومن حيث الاشغالات ومن حيث المخالفات. طبعا نعلم تماما ان منطقه حي شبرا الخيمه حي شرق شبرا الخيمه طبعا حضرتك فيها منطقه الوحده، حظائر بتاعت مواشي، نعم مصانع بلاستيك وورش تصنيع بلاستيك، نعم وغيرها. طبعا كم القمامه اللي كان موجود طبعا او الموجود حاليا حضرتك بيفوق اي حمله تتخيلها. نعم يعني حضرتك انا جيت طبعا من ضمن المعوقات اللي انا لقيتها طبعا الحمله الميكانيكيه اللي موجوده في رئاسه الحي طبعا بتعمل بنسبه 10% او 20%،
يعني يكفي اقول لحضرتك ان في 10 لوادر اللي يعمل فيهم بالظبط عارف 2 لودر. بالنسبه للاعطال طبعا الشائعه اللي هي موجوده في اي حمله، طبعا احنا انا حاطط خطه لهذا الكلام طبعا باذن الله، وابتديت اطبقها بالفعل ان شاء الله بالاستعانه بمنظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال المتواجده في منطقه القليوبيه. نعم. طبعا حضرتك لازم تعرف برضو ان احنا بنشيل برضو يوميا لا يقل عن 800 متر مكعب من الزباله من الحي. سيادة العميد يعني ده عدد كثيف جدا، يعني عدد ضخم 800 متر مكعب، ده عدد النهارده موضوع خطير جدا، يعني لماذا هذه الكمامه بحي الشرق؟ طبعا زي الاسباب اللي قلتها لحضرتك طبعا. طبعا منطقه شبرا الخيمه ليها طابع خاص، منطقه صناعيه من الدرجه الاولى، فيها توافد ناس ذات ثقافات مختلفه من البلاد المجاوره. نعم. ده طبعا بيخلق لنا مجتمع مختلط بتقل فيه شويه حته الوعي بالنسبه للمواطن. نعم. يعني حضرتك نقول شارع مثلا زي شارع 15 مايو. نعم. حضرتك فيه مثلا 76 صندوق زباله. ومع ذلك بتلاقي المواطن بياخد الكيس شنطه الزباله لمصدر بيروح يرميها في اي مكان. لو على موجود منطقه المربعات حضرتك تعلمها تماما، 26 مربع دي حضرتك منطقه ابراج طلعت في غفله من الامن في بعد الثوره. المنطقه دي طبعا عامله لود جامد جدا جدا على جهاز النظافه عندي في الحي. نعم. فكذا بعد مشكلات ان شاء الله وضعت ايدي عليها وحطيت خطط باذن الله ان شاء الله للتغلب عليها. يعني سيادة العميد ما الرؤية الحديثة القادمة من خلال يعني التطوير لمدينة شبرا الخيمة بالأجمع تحت رعاية معالي الوزير المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق؟ هو أنا طبعا متعود أن أنا أحط خطط معينة للأعمال. أنا حاطط خطة زمنية لمدة شهرين تقريبا. نعم. للنهوض بالحملة. نعم. الحملة الميكانيكية اللي موجودة طبعا حضرتك تعلم تماما عملية رفع الخمامة من ضمن الأدوات الأساسية ليها المعدات. نعم. فأنا حاطط خطة بالنسبة للمعدات إنه شهرين بإذن الله. باقي الشغل اللي هو الخاص بالأحياء والكلام ده طبعا بالنسبة للتشجير بالنسبة للنظافة والتجميل وهكذا، شوية مشاريع معينة بإذن الله كده ماشيين فيها، ودعوات حضرتك باذن الله كده ان احنا ربنا. تحياتي سياده العميد الامير الامير حوالين يعني تولي معاليك منصب رئيس حي شرق شبرا الخيمه، وبنقول لحضرتك يعني هناك حمل ربنا يعين حضرتك عليه، وبشكر حضرتك طبعا على المجهود الرائع في بدايه اول توليك لهذا المنصب. الشرف ليا يا استاذ هاني. بشكرك طبعا سياده العميد. طبعا يا جماعه اعزائي المشاهدين بنحاول يعني نطلعكم ونديكم الرؤى حوالين المدن ويعني المحافظات في كل الاتجاهات حوالين موضوع الكمامه يا جماعه، لان شاغل الراي العام كله، لكن النهارده الجهاز التنفيذي بيشتغل بكل قوه، والنهارده هنبص بقى بنلاقي الجهاز التنفيذي برضه عشان ندي رؤيه لاهالينا. يا جماعه اهم حاجه التوعيه، بنحاول نوعي اهالينا في كل مكان. يعني كيس الكمامة اللي احنا بناخده ننزل بيه وعندي صندوق، ليه ما ارموهوش في الصندوق؟ ليه برميه بقى جنب الصندوق؟ ليه ما مدش ايدينا؟ يعني انا النهاردة بمد ايديا لمسؤول الجهاز التنفيذي، لما اجي امد ايديا يا جماعة عمر الجهاز التنفيذي ما هيمد ايديا، يعني هيرجع بايديه لورا، بالعكس هيمد ايديا هو كمان وهيعمل تطوير وهيعمل تشجير. لكن النهاردة ما يكون عندي كمية كمامة مهولة وموجودة النهاردة في على يعني على مستوى الشوارع الرئيسية، وحضرتك بتاخد الكيس وتقوم جاي رميه بعيد عن الصندوق او بترميه بعيد عن يعني مكانه الطبيعي، ده بيعمل غير حضاري خالص للمنطقه اللي انت بتبقى قاعد فيها، وبترجع تقول اصل الجهاز التنفيذي النهارده ما بيشتغلش. لان خلي بالنا نبدا بنفسنا يعني كمواطنين، لان احنا شعب مصر العظيم لازم يكون عندنا التلاحم يا جماعه حوالين هذا الامر، لازم يكون عندنا توعيه، لازم يعني نكون عندنا رؤيه، لان الثقافه النهارده يا جماعه هي مش ثقافه تعليم بس، هي ثقافه رؤيه، هي ثقافه حضور اجتماعي بيننا وبين الاجهزه التنفيذيه، عشان لما نطلب من الجهاز التنفيذي تفعيل للتطوير او تفعيل للصرف الصحي او تفعيل للصحه او تفعيل للتعليم يكون عندي بدايه ورؤيه حقيقيه، ابقى عارف اللي ليا واللي عليا. لكن النهارده ما بقاش عارف لا ليا ولا اللي عليا، واجي يبقى عليا واقول ان ليا ازاي؟ لا نخلي بالنا. ونطلع بقى من اطار شبرا الخيمه ونروح لمدينه الخنكة. مدينه الخنكة يا جماعه كان هناك يعني كان عرس بيتم برضه هناك حوالين موضوع رفع الكمامه والاشغالات واضاءه
يعني الاضاءه اللي هي بتتم عن طريق الحي او المدينه هناك عن طريق الطرق العموميه لاضاءه الانوار اللي موجوده، الاعمده الاناريه اللي موجوده على الطرق العموميه. زمايلي يا جماعه حاولوا تجيبوا لي الصور اللي رصدناها من مدينه الخانكه حوالين هذا الامر هناك، يعني احنا ادينا بندي رؤيه. يعني بصوا اعزائي المشاهدين في كل مكان، ده اللي بيتم هناك دلوقتي حاليا النهارده بعد التغيير اللي تم من رؤساء الاحياء ورؤساء المدن على مستوى محافظه الالويه. احنا رصدين الالويه النهارده يا جماعه حوالين هذا الامر، لان احنا رصدنا ان محافظه، واحنا قلنا مش هنشيل ايدينا من محافظه الالويه غير لما نحس ان هناك تطوير بيتم. ده بالفعل ابتدى التطوير يتم في محافظه الالويه عشان ندي اهالينا الرؤى حوالين هذا الامر. ده طبعا مدينة الخانكة يا جماعة بنحاول نرصد لكم هذا الشكل اللي بيتم هناك، بنشيل الكمامة ل يعني إنارة الأعمدة اللي موجودة على الطرق العمومية للتشجير، لأن احنا كان لينا لقاء مع السيد رئيس مدينة الخانكة حوالين هذا الأمر. وبالفعل يا فندم يعني هناك يعني في توافد اتصالات كتيره جدا حوالينا، لكن الامر يا جماعه بنحاول ندي رؤيه الاول، وهناخد هنفتح اتصالات لكل مشاهدينا في كل مكان حوالين هذا الامر. طبعا الخانكه يا جماعه مدينه كبيره جدا 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 ولها اتساع مهول ولها عدد سكاني غير طبيعي، والخريطه هناك خريطه مختلفه جدا في محافظه الالويه حوالين التقسيم السكني اللي موجود وتقسيم المصانع والتقسيم الايديولوجي اللي موجود. احنا بنحاول ان احنا نرصد لكم هذا الامر ليه؟ عشان يكون في تلاحم بيننا وبين الساده المسؤولين حوالين التطوير اللي بيتم، التطوير الحديث. النهارده احنا قلنا مش هنشيل ايدينا مع محافظه الالويه غير لما نحس ان هناك تطوير، وبالفعل النهارده على مستوى المدن، النهارده على مستوى رؤساء الاحياء بيتم تطوير حقيقي. ما احنا قلنا ان برنامج احداث الساعه لا يصدر ازمات، ولكنه بيفتح الملفات بيجيبها من المواطن للسيد المسؤول. والنهارده السيد المسؤول ابتدى يتحرك بسرعه، سرعه مكوكيه حوالين التطوير وحوالين التشجير وحوالين يعني الاشغالات اللي موجوده في كل مكان. ما انتوا عارفين الفتره السابقه كان هناك كميه اشغالات غير طبيعيه، كان هناك كافيهات قافله الشوارع في كل مكان، كان هناك يعني عربيات الكارو كانت بتحاول ان هي تجيب الكمامه من المنازل وفي كل ايه. يعني معانا المهندس غريب احمد رئيس مدينه الخانكه. الو الو الو، بحييك يا باشمهندس، تحياتي لحضرتك والف مليون مبروك لتوليك منصب رئيس مدينه الخانكه. الله يبارك فيك، يا اهلا وسهلا بيك، يا اهلا وسهلا بيك. يعني باشمهندس غريب، هناك تطوير كامل لمدينه الخانكه، وهناك يعني رؤيه واضحه وسرعه البرق حوالين التطوير والتشجير واناره الاعمده اللي موجوده على الطرق العموميه بمدينه الخانكه. عايزين تطلعنا على يعني ما يتم في الخانكه الان. الحمد لله، طبعا بفضل المجهودات والساده المسؤولين ومعالي المحافظ نعم وتعليماته فعلا للجميع رؤساء الوحدات، اهم حاجه بتأرق اي مواطن هي موضوع الزباله دي اول حاجه والقمامه. فبالفعل بنقوم كل يوم بحملات القمامه يوميا على مستوى الوحدات كلها. نعم يعني مثلا النهارده كان عندنا حملات عرب العايده، مجلس ومدينة عرب العايدة ومجلس ومدينة عرب العلايقات. نعم كانت في حملة كبير مكبرة لرفع القمامة من احدى هذه القرى. نعم الحمد لله تمت بالفعل، وتجمعات ازالة التجمعات طبعا نظرا اللي عندنا احنا في مجلس ومدينة الخانكة، مركز ومدينة الخانكة، في عندنا المدفن الصحي على مستوى محافظة القليوبية كلها. نعم نعم فبالتالي التجمع كله يبقى عندي. نعم فالحمد لله يعني ربنا اكرمنا وقمنا بالحمله دي كلها. كمان كان في عندي حمله اشغالات قريبه من مركز الخانكه نفسه. نعم بالقرب من مسجد الاشرف. الحمد لله تمت كلها. اناره الطرق السريعه اللي بتربط المدن ببعضها لكي تتواصل مع المدن الباقيه، ما يبقاش في اي نوع من انواع الارهاب لاي مواطن في المنطقه. يعني باشمهندس غريب، يعني عايزينك تطلعنا برضو حوالين يعني التطوير القادم ان شاء الله تحت رياده معالي الوزير المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق حوالين التطوير، نطمن المواطنين اهالينا في الخانكه، يعني ايه القادم ان شاء الله تحت قياده حضراتكم وتحت قياده معالي الوزير الدكتور علاء مرزوق؟ والله والحمد لله برضو من ضمن الحاجات المميزه
في القادم ان شاء الله، ان عندنا طبعا بتفتخر مركز ومدينة الخنكة بانه عندنا اكبر مشروع قومي على مستوى الشرق الاوسط بالكامل. نعم. وهو مشروع الصوامع. انشاء مشروع الصوامع ده، عندي اكبر صوامع معمولة في عرب العليقات. نعم. على 18 صومعة، الصومعة الواحدة بيتم تخزين فيها سعة 5000 طن غلال. مميكن المشروع كله بالكامل مميكن. طبعا على مسؤولية جمهورية مصر العربية التمويل. نعم. زائد تمويل من قرض الصندوق السعودي. تمام. وان شاء الله بمشيئة الله المشروع بالكامل سوف يتم افتتاحه في 30/4/2019 على يد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بامر الله. بامر الله. بشكرك باشمهندس غريب احمد رئيس مدينه ومركز الخنكه على توليك لمنصب رئيس مدينه الخنكه، وبنقول لك يعني حمل ثقيل ربنا يعين ما عليكم عليه. بشكرك باشمهندس غريب احمد. طبعا يا جماعه هنطلع بقى من الخنكه وهنروح لمدينه اها. مدينه اها النهارده بقت لها تطوير غير طبيعي تحت رياده البشمهندسة أمل فوزي خلال فترة توليها لمنصب رئيس مدينة الأها، حوالين يعني حركة مكوكية لنزولها الشارع وتلاحمها مع المواطن، ويعني المتابعة الجيدة للمخابز والمتابعة الجيدة ل يعني الشركات والمصانع والمواطن في كل مكان، وكمية الكمامة اللي موجودة وكمية الإشغالات اللي موجودة في مدينة أها من رصدها لهذا الأمر. وبنحاول إن احنا ندي رؤية لمدينة أها النهاردة، لأن بنقول طبعا التطوير اللي بيتم النهاردة تحت رعاية معالي الوزير المحافظ لرؤساء المدن ورؤساء الأحياء في كل مكان على مستوى محافظة الألوية، ده شيء جميل النهاردة، لأن قلنا أن طبعا يعني العصر الحديث تحت ريادة ورئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرؤية العامة للمواطن في كل مكان، لا نخلي بالنا النهاردة الجهاز التنفيذي بيلتحم بكل قوة، النهاردة الجهاز التنفيذي بيحاول يقدم يد العون للمواطن، فعلى المواطن النهاردة يكون عنده الرؤية انه يقدم ايده للجهاز التنفيذي عشان يحس النهارده ان الجهاز التنفيذي ان المواطن بيلتحم. لو النهارده لو المسؤول حس ان المواطن بيلتحم معاه، صدقوني والله هنبدا نوصل في التطوير والتشجير والتعمير، وهنحاول ندي رؤيه، لان احنا عارفين محافظه الالويه محافظه كبيره جدا تتسع بالعدد السكاني والمصانع والزراعات والاشغالات، وهناك عدد كبير جدا 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 من الشباب النهارده اللي بنحاول ان احنا ندي له رؤيه ان محافظه الالويه بيها اعمال كتير. ومش هننسى موضوع القناطر الخيريه، لان طبعا هناك مشروع ضخم كبير هيتم، وما بننساش طبعا الافتتاح اللي تم تحت رعايه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع الضخم للطريق الدولي اللي تم افتتاحه للطريق الاقليمي. نخلي بالنا يا جماعه عندنا مشاريع عملاقه، فالنهارده لما بندي رؤيه حوالين المدن وحوالين المحافظه لا النهارده، لان احنا قلنا ووعدناكم ان احنا مش هنشيل ايدينا من محافظه الالويه غير لما يكون هناك تطوير سريع، والنهارده بيتم التطوير السريع داخل محافظه الالويه من خلال القياده التنفيذيه اللي النهارده بقت موجوده بشكل طبيعي وبشكل حضاري، والنهارده بقت تتلاحم، وبيحاولوا النهارده ان هم يشيلوا الاشغالات اللي موجوده في كل مكان، وبيحاولوا يعني على الموضوع اللي هو خطير اللي بيهم كل مواطن في كل مكان، هو موضوع الكمامه. لان النهارده لما يكون عندي رؤيه زي ما قال سياده العميد امير الامير رئيس حي شرق شبرا الخيمه ان هناك 800 متر مكعب في هذه في هذا الحي، لا يعني ده يعني لا موضوع خطير جدا، ان هذا الامر او عدد الاطنان دي عدد خطير جدا من الكمامه. نخلي بالنا ويكون عندنا رؤيه ويكون عندنا وعي. والنهارده لما بنقول مدينه اها تحت رياده رئيسة مدينه اها المهندسة أمال فوزي برعاية كاملة وبإشراف كامل مع الجهاز التنفيذي حوالين المهندسة في الرؤية العامة والتطوير الحضاري، النهاردة لا بنحاول ندي رؤية. بيتوافد عنها اتصالات.
يعني بنحاول يا جماعه ندي رؤيه حوالين مركز ومدينه اها، لان طبعا هناك احنا عارفين مركز ومدينه اها مدينه متسعه، مدينه بها عدد كبير من الفلاحين، عدد كبير من الصناعات في كل مكان. بنحاول ندي رؤيه، وكانت المهندسه امل فوزي نزلت بالفعل بعد توليها منصب رئيس مدينه اها حوالين هذا الامر، وادت رؤيه وكانت تلاحمت مع المواطن وبتحاول انها تتلاحم مع المواطن وبتعرف الرؤيه الاستراتيجيه. والنهارده يعني بنقول للسادة المسؤولين لسه النهاردة المتولين يعني من فترة قصيرة متولين هذا الأمر، يعني وبيحاول ان يدي رؤية حوالين الحضارة القادمة لهذا الأمر. فبنحاول يا جماعة نديكم رؤية حوالين المدن وحوالين المحافظات. وكمان مش هننسى مركز مدينة اليوب تحت ريادة الدكتورة عزيزة السيد حوالين التطوير وحوالين التشجير وحوالين الاستعدادات الكاملة لموسم المدارس، والموسم يعني النهاردة اللي بيستنى كل الأسر المصرية في كل مكان. النهاردة يا جماعة نخلي بالنا، بنحاول نديكم رؤية ونديكم وضوح حوالين الرؤية الواضحة حوالين التطوير اللي بيتم على مستوى محافظة القلوبية. والنهاردة بنقول ان احنا قدرنا نوصل رسالة لمحافظة القلوبية من خلال التطوير التنفيذي اللي بيتم تحت رعاية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القلوبية، وطبعا بتعليمات السيد الوزير، السيد الوزير طبعا شعراوي بيه، وتحت ريادة معالي ديوان معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعاية فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. هذه المشروعات الضخمة والإنجازات العارمة اللي هتتم على مستوى المحافظات، وانتظروا إن شاء الله بإذن الله يوم 24 القادم هيكون لينا رؤية حوالين المؤتمر في نيويورك لفخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، وهنحاول إن احنا نرصد لكم الأمر من هناك ونحاول نطلعكم على ما يتم من خلال المؤتمر العظيم اللي هيتم في نيويورك مع فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. ومشاهدينا في كل مكان، أهالينا في كل مكان، خلي بالكم يا جماعة إن شاء الله. هنطلع فاصل دلوقتي، وبعد الفاصل هنرجع لكم بموضوع مهم جدا 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 يهم كل الأسر المصرية في كل مكان. نخلي بالنا ما نروحش بأي حتة، لأن بعد الفاصل على طول هيكون عاملين معمل كبير جدا أمام حضراتكم، وهنوريكم إزاي المصانع اللي تحت بير السلم بتعمل إيه وبتاخد إيه وبتحاول إنها توصل لإيه. ما حدش يروح في أي حتة، تعالوا نطلع فاصل ونرجع عشان نشوف المعمل ده بيقول ايه للسادة المشاهدين في كل مكان. يلا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني سريعا. مصر البلد حكاية ما بتنتهيش. مشاهدينا في كل مكان، اهالينا على مستوى محافظات مصر، رجعنا لكم تاني سريعا. رجعنا عشان نقول ايه اللي ممكن يكون بيتم، رجعنا عشان نعرف اهالينا في كل مكان على مستوى محافظات مصر. بس قبل ما نروح للموضوع اللي قدامنا دون وللمعمل اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم، تعالوا نشكر الاول
سيد مدير امن الألوبية السيد اللواء رضا طبلية مدير امن الألوبية. ونشكر يعني الجهات المعنية بهذا الامر، نشكر يعني السادة مباحث تموين الألوبية وما يخصهم مباحث تموين الخنكة وكل مباحث التموين على مستوى محافظات مصر كلها، بنشكركم لرصدكم للمصانع اللي تحت بير السلم، للمصانع اللي بتحاول تودي المواطن في التهلكة، للمصانع اللي بتحاول ان هي تعمل اعادة تدوير حتى للغذاء، دي مشكلة يا جماعة. بنشكر يعني رجال تموين مباحث الخنكة على الضبطية اللي تمت، دول يا جماعة 100 كرتونة زيت معبأة وعليها علامة رويل، طبعا العلامات دي كلها مضروبة، وبكل كرتونة 12 زجاجة، و134 كرتونة بعلامة الذهبية، و100 كرتونة بعلامة حواء، و4 طن زيت داخل تنكات لإعادة التدوير. عارفين يا جماعة الزيت اللي هو يعني بيكون في المطاعم والزيوت اللي هي بيتقلي بيها كم مرة، بترجع بيحاولوا يلموا الزيوت دي على مستوى المطاعم ومستوى الاماكن اللي هي بيبقى فيها القلي وحاجات زي كده، وبيحطوها في المصانع اللي انتوا عارفينها اللي تحت بير السلم، وبيحاولوا يعملوا اعاده تدوير. وهنحاول نوريكم على الهوا، يعني نحاول نثبت لكم الكلام ده على الهوا للساده مشاهدينا على الهوا في كل مكان. وطبعا تم ضبط 4 طن زيت داخل التنكات اللي هي اعاده التدوير، الزيت اللي هو اتسخ من كتر القلي، و50 كرتونه زيت زمزم دي كارثه. انا عايز اعرف بقى هم بيتحصلوا على زيت التموين ازاي النهارده، اما هم يكون عندهم حوالي 50 كرتونه زيت زمزم اللي هو زيت التموين، يبقى اذا هنا الجماعه التجار الجشعه في كل مكان اللي بيحاولوا ان هم يبيعوا زيت المواطن المصري، بيحاولوا يبيعوا زيت السكر بتاع المواطن المصري، وهنشوف موضوع السكر كمان لان موضوع التعبئه والتغليف موضوع كارثي، وهنشوف موضوع الكاتشب برضو، المصانع اللي تحت بير السلم والمصانع اللي هي بتعمل اعاده موضوع الصلصه والكاتشب والحاجات دي، هنحاول امام حضراتكم كل ده هنستعرضه امام حضراتكم على الهوا. طبعا اعاده التدوير، وبيحاولوا طبعا الزيت اللي هو زيت التموين موضوع بسيط قوي، بيلعبوها بطريقه يعني بطريقه ذكيه جدا، بيجيبوا الزيت بتاع التموين ويجيبوا الـ يعني الزجاجه اللي هي بيحط عليها اي علامه بقى علامه الجوده، بيضربوا علامات الجوده وبينقلوا زيت التموين في ازازه ثانيه، بيشوفوا الفرق قد ايه. يعني النهارده زيت التموين لو ب 12 او ب 13 او ب 9 بيبيعوا ازازه الزيت اللي هي الحره في السوق الخارجي او في السوق السوداء بيبيعوها ب 16 و 18 و 20، عمل فرق كبير جدا، عمل فرق بين كم طن زيت عنده النهارده في اعاده التدوير اللي هو بيحاول ياخد زيت التموين ويحطه مكان الزيت الحر. 50 كرتونه كهرمان، وده تم ضبط مصنع تصنيع وتعبئه زيت طعام بناحيه سنديون مركز الخنكه يوم 8/9/2018، وتجميع كان بيجمع زيوت التموين وتدويره وتعبئه وبيحاول ان هو يبيعه للمستهلك على مستوى المحافظات في كل مكان. اعزائي المشاهدين امام حضراتكم ده المصنع اللي تم ضبطه يوم 8/9. بشكر رجال مباحث التموين على مدينه ومركز الخنكه على ضبطهم لهذا المصنع. النهارده يا جماعه بيتم ضرب بيد من حديد على كل جشع وكل مصنع النهارده تحت بير السلم لاعاده تدوير اي منتج، اي مخالف في اي مكان النهارده بقى موضوع كارثي جدا. بنحاول يا جماعه نستعرض امام حضراتكم ايه اللي بيتم على الهواء مباشره، اعاده التدوير بيتم ازاي، الموضوع بيبقى يعني بياخد شكل ازاي، هناك فروقات بتتم. تعالوا بقى نثبت لكم الفروقات دي بتتم ازاي امام حضراتكم اهالينا في كل مكان. خليكم معانا واحده واحده هنحاول نوصل لكم الرساله بتتم ازاي. يعني تعالوا يا استاذ رمضان معانا على الهواء كده دقيقه واحده لو سمحتي. اعزائي المشاهدين تعالوا يا جماعه بس الاول نشوف موضوع الزيت اللي هو متسخ، ده الزيت المتسخ اللي امام حضراتكم اللي هو بيتم يعني بيحاولوا ان هم يلموه من جميع المطاعم اللي موجوده على مستوى انحاء جمهوريه مصر العربيه لاعاده تدويره تاني. يعني الزيت ده بيرجع تاني يتحط في ازايز. النهارده لما يكون المصنع عنده مكبس لبرشمه هذه الزجاجه، المكبس عامل من 20 ل 25 الف، النهارده لبرشمه الزجاجه مره اخرى
فسهل جدا النهارده ان هو يفك الازازه ويعيد تدوير المنتج اللي داخله ويحاول ان هو يضرب بيه السوق زي ما هو عايز ويعمل فروقات في الاسعار امام حضراتكم. هنحاول نثبت لكم ده على الهواء مباشره ومصانع بيتم ضبطها امام حضراتكم. بشكر رجال مباحث التموين اللي النهارده بتترصد لكل مخالف وكل مستهان بالشعب المصري في كل مكان. تعالوا يا جماعه نعرض امام حضراتكم اللي بيتم كالاتي. ده يا جماعه هنبدا الاول بالزيت اللي هو المتسخ. بص يا زروان يعني هاتي لي الازازه دي يعني الاسامي اللي موجوده على الزجاجات يا جماعه في اسامي بتحاول ان هم يضربوا الاسامي. مش عايزين يا جماعه نقول الاسامي اللي هي بتتضرب لكن بنحاول نستعرض امام حضراتكم. النهارده يا جماعه اما بيكون عندنا حاول تشيل دي يا استاذ زروان سمحتي عندنا زيت متسخ زي دون بيتحط تحت درجه 30 درجه حراره 30 لاعاده تطوير هذا المنتج وبيحطوا عليها خامه. بس احنا طبعا معناش يعني سخان امام حضراتكم اي حاجة لكن هو بيعمل ايه بيحاول الاول بيعمل بيصفي هذه يعني بيصفي بيعمل مرحلة تصفية الاول لحالة الاتساخ اللي موجود داخل الزيت زي ما احنا بنعرض كده كمان امام حضراتكم. بصوا منظر الزيت يا جماعة يعني منظر الزيت امام حضراتكم هو بنحاول نديكم الشكل اللي هيطلع بيه الزيت من الزجاجة المتسخة الى الزجاجة الاخرى. يعني النهارده لما احط الزيت ده امام حضراتكم كده على رف او في مصنع بعد غليان 30 دقيقه 30 درجه مئويه اكيد هيبقى منظر الزيت امام حضراتكم رجع للشكل التدوير اللي احنا بنحاول يعني نديه للرؤيه العامه. يعني بيحاولوا كده يا جماعه زي ما انتم شفتوا كده الزجاجه وبيحط دون في غليات. الغليات دي بتعمل اعاده تدوير للزيت دون. الزيت ده بيعمل تصفيه وبيرجع بالشكل اللي يعني اللي بيبقى متجه للتعبئه اللي موجوده في المصانع اللي هي تحت بير السلم. ده بالنسبه لزيت الغليان اللي بيحاولوا يعملوا اعاده تدوير ليه. طبعا هم بيلموه بكام؟ نرجع بقى بيلموا الزيت ده بكام؟ بيلموا الزيت ده من 4 جنيه من 3 جنيه ونص لغايه 5 جنيه. يعني كيلو الزيت اللي هم بيلموه لاعاده تدويره بيلموه من 3 ونص او 3 ل 5 جنيه وبيحاول يعملوا اعاده تدوير ويرجع يبقى الزيت الحر النهارده من 18 ل 20 جنيه. عمل فرق من 5 جنيه لحوالي 18 او 20 جنيه عمل حوالي فرق من يعني من 12 ل 15 جنيه فرق بيتم داخل المصنع في يعني كيلو الزيت. ما بالك بقى بالاطنان بيعمل فرق كثيف جدا. تعالوا بقى نشوف موضوع الزيت التموين اللي هو بيتضرب وبيبقى في السوق يعني بيحاولوا يحولوه للاسواق الحره. ده مثلا اقول عليه زيت التموين اهو يا جماعه حاولوا تفكوا لي ده والزمان سمحتي. نخلي بالنا اعزائي المشاهدين في كل مكان لان الموضوع خطير جدا الموضوع كارثي جدا وبيتم ضبط المصانع اللي تحت بير السلم. اوعى اي حد يستهان. النهارده اللي بيحاول يلعب في الغش التجاري وبيحاول ان هو يفكر ان هو بقى ناصح وبيحاول ان هو يعني يوصل عفوا ان هو وصل لمرحله ان هو خلاص بقى عنده حاله اكتساب او عنده حاله اكتساب لهذا الامر يبقى بيضحك على نفسه. لان عندنا رجال بيصاروا رجال صحيين النهارده لضرب المصانع اللي تحت بير السلم. عندنا مصانع وكنا رصدنا مصانع في العكرشه وكنا رصدنا مصانع اخرى لتدوير محاليل الملح وعرضناها امام حضراتكم. فبنحاول نديكم الرؤيه التدوير الزيوت. طبعا ده بقى زيت الطعام. زيت الطعام لما بيحاول ان هم يعملوا اعاده تدوير اللزوجه بتاعه الزيت بتخف. لزوجة الزيت بتخف. عشان كده المشاهد النهارده بيسأل هو الزيت عندي بقى سواء ما بيديش عليه بسرعه ليه؟ ما هو اكيد الزيت اللي عند حضرتك مضروب بيتضرب من المصانع بتاعتي من السلم. والنهارده انت عندك مخازن النهارده والمستهلك او التاجر في الشارع او البقال بياخد هذه الزيوت على انها زيوت سريعه يعني المفعول وزيوت حقيقيه موجوده. لكن المصانع اللي هي تحت بير السلم بتعمل اعاده تدوير فمشكله كبيره يا جماعه. هنقول ده زيت التموين صح كده؟ امامنا زيت التموين. افتح كده يا زروان ديا فتحنا الازازه ديا. شوفوا يا جماعه بقى زيت التموين دون النهارده لو بتسعى من 9 ل 12 جنيه لو من 9 ل 12 جنيه ونيجي نعمل كده في ازازه اللي هي الازاز بقى اللي هي الحره اللي هي بنجيبها من بره من 18 ل 20 جنيه. لو احنا عملنا كده امام حضراتكم ادي زيت التموين ابو 12 جنيه مش هنقول ب 9 جنيه ابو 12 جنيه وحطيناه في الازازه الثانيه اهو يعني امام حضراتكم كده وحطيناه في الازازه اللي هي بتاعه الزيت الحر. زيت التموين اهو وحطيناه في الازازه الثانيه تمام عملنا كده. اتفضل يا استاذ روان. وجبنا يعني طبعا هم عندهم كميه زيوت كتير عندهم زيوت بقى بالاطنان
ويكملوا مثلا الجزء اللي هو بتاع الكيلو او كيلو الا زي ما انتم عارفين، وبيجيب بقى الغطا بتاع الازاز زي ما انتم شايفين كده امام حضراتكم. هاتي يا استاذه، هاتي لي اللي وقعت ديا، الغطا امام حضراتكم في مكبس. ما هو الحاجات دي يا جماعه بتاع البلاستيكات كلها مكابس، كلها مكابس حقيقي. النهارده ما اجيب الغطا بتاع ازازه الزيت بالمكبس اللي عنده اللي جابه ب 15 او 20 الف جنيه او ب 30 الف جنيه ويكبس هذه الزجاجه بهذا المنظر وقفل الازازه، النهارده ما تكون الازازه بهذا الشكل امام حضراتكم من زيت التموين الى الزيت الحر الى الزيت، وده اللي كان بيتم في هذا المصنع اعاده تدوير الزيوت اللي اترصد النهارده يوم 8 9 من رجال مباحث التموين بمدينه الخنكه، كان بيعمل تدوير للزيت من 12 جنيه ل 20 جنيه، اذا الفرق هنا 8 جنيه في كام طن النهارده؟ ما هي المكاسب المهوله في الجشع اللي التاجر النهارده بيحاول ان هو يضحك على المشاهد او بيضحك على الشعب المصري؟ لكن ان لربك الا بالمرصاد، ان لربك الا بالمرصاد. النهارده مهما تضحك على الشعب المصري اوعى تفكر ان انت هتفضل تضحك على الشعب المصري، بل بالعكس تم رصدك وتم النهارده يعني ضبطك. هتقول ايه لاهلك؟ هتقول اصل انا كنت بغش الناس، هتقول اصل كنت بضحك على الناس، هتقول اصل كنت بحاول اشوف الجماعه اللي هم بتوع التموين اللي بيتم ضبطهم برضو الان، لان في تعليمات للساده المحافظين وللساده مديرين الامن وللساده يعني بتوع التموين مباحث التموين في كل مكان لضبط هذه يعني المخالفات اللي موجوده في كل مكان. بنحاول يا جماعه نعرض الامر لهذا الامر. بصوا يا جماعه بنحاول كمان يعني عندنا حاجه تانية، لان بيقولوا ان احنا بنتوافد على اتصالات. طيب انا عندي كميه اتصالات يعني غير طبيعيه. تعالوا بقى الموضوع التعبئه والتغليف بتاعه السكر. بس قبل ما نروح للتعبئه والتغليف انا يعني حبيت اعرض لامام حضراتكم ضبطيه المصانع اللي هي بتاعه الطعام، زيت الطعام، الزيوت يا جماعه، الزيوت يا جماعه. نخلي بالنا، نخلي بالنا وعيننا بقى على الساده بقى يعني المسؤولين، نخلي بالنا ونحاول نرصد المصانع اللي تحت بير السلم، لان بجد النهارده هنكون بالمرصاد لكل مصنع تحت بير السلم، وهيكون لينا رؤيه في الفتره القادمه ان شاء الله للضبطيات كتيره بتتم لمخالفات، مخالفات بتخالف مع يعني الرؤيه العامه للمواطن في كل مكان. النهارده يا جماعه ده جشع، جشع حقيقي بيتم من التجار، جشع حقيقي بيتم من الجماعه اللي هم تحت بير السلم. نخلي بالنا يا جماعه. نرجع بقى لموضوع اعاده تدوير الصلصه. الصلصه النهارده في مصانع تحت بير السلم برضو بتعيد الصلصه. خلي بالكم يا جماعه، الصلصه دي بقى لها 3 ايام بس في الثلاجه، الثلاث ايام اللي في الثلاجه عملت ريحه عفونه في الثلاجه وعملت ريحه عفونه. ما هو ده بيتم من ايه؟ الطماطم اللي هي بتيجي من المصانع، الطماطم اللي هي البايظه زي دي، يعني بصوا يا جماعه طماطم ريحتها صعبه جدا، بيتحط عليها مواد حافظه، والمواد الحافظه بيبتدي اعاده انتاج وبتبتدي اعاده تدوير، وبيتعمل موضوع الصلصه. موضوع الصلصه ده في مصانع تحت بير السلم رصدناها، رصدناها، وفي الفتره الجايه ان شاء الله هنعرض امام حضراتكم رصدها ايه وقصتها ايه وايه اللي تم معاها من خلال موضوع الصلصه والكاتشب اللي بيحاولوا النهارده يضربوا برأي الحائط في التجاره الغش اللي بيحاولوا يغشوا المصريين في كل مكان. تعالوا نروح لموضوع بقى التعبئه والتغليف. الجماعه بتوع التعبئه والتغليف اللي يعني خلاص خاربين الدنيا، النهارده بيجيب طن السكر بسعر وليكن السعر بقد كده، وبيحاول يعمل اعاده تعبئته، اعاده تعبئته بيجيب ماده خام وليكن اسمها ملح صوديوم، الملح الصوديوم، بيحاول يعمل اعاده تدوير الانتاج بتاع السكر مره اخرى. النهارده اما بتيجي مثلا تعمل كوبايه شاي في البيت وتيجي تحط كم معلقه، حضرتك في كل مكان وحضرتك ممكن تقول لزوجتك الشاي مش محلي هات لي معلقتين تاني، وحضرتك بتقول لوالدتك هات لي معلقتين تاني. ليه بقى؟ لان بيتحط ملح الصوديوم للجماعه اللي هم بتوع التعبئه الجشعين اللي بيحاولوا ان هم يحاولوا يكتسبوا من الشعب المصري اقتدارا كده حوالين الغش، اللي بيحاولوا ان هم يفكروا ان هم يكسبوا من المصريين بالغش. لكن ان لربك ولا بالمرصاد. بيعملوا ايه بقى يا جماعه؟ ده كيس تموين، بيطلع ازاي كيس التموين؟ ما هي نفس القصه يا جماعه، اللي جاب ازايز الزيت التموين بيجيب سكر التموين برضه، سكر التموين النهارده من الجماعه الجشعين بتوع بعض منهم اللي هم بتوع البقالين بتوع التموين، بيحاولوا ان هم ياخدوا البونص بتاع المواطنين اللي هم مثلا مش موجودين عندهم، اللي هي بالفرق بالكارت او بالكلام من ده، وبيكون السكر ده موجود عند بعض من الجماعه بتوع التعبئه. تعالوا يا جماعه ندور التعبئه بتقوم التعبئه ازاي. ده كيس كده يا جماعه بتاع
خدي يا استاذه كده افتحي ده كده كيس بتاع التموين وليكن ده كيس يا جماعه الحر، ده كيس الحر اهو من حضراتكم سليم بيجيب كيس التموين وبيحاول ان هو زي ما انتوا كده بتشوفوا، يعني انا شايف يا جماعه الكيس مفتوح من كل حته كده امام حضراتكم، وبيجيب بقى افتح لي كده يا استاذه ده الكيس الابيض الكيس الحر اللي بيتباع بسعره بره وليكن مثلا زي ما انتم عارفين، وكيس التموين بحاجه تانية، وده ملح الصوديوم امام حضراتكم اهو، ملح الخامه اللي بيجيبوها وبيحطوها على هذا السكر اهو امام حضراتكم لاعاده تدوير السكر، وطبعا هم بيجيبوا بكميات كبيره بالاطنان، كميات كبيره بالاطنان امام حضراتكم. ليه بقى؟ عشان لما السكر يخش في هذا المنظر السكر كله بيبدي زي ما انتم شايفين كده، عمل ايه السكر؟ يعني انا ممكن حطيت شويه امام حضراتكم السكر هنا بقى كميه كبيره قوي، كميه كبيره قوي النهارده، بيعمل الفرق النهارده فرق متسع امام حضراتكم. يعني هات كده يا استاذ احمد للسيد المشاهد امام حضرتك، ده يا جماعه ادي السكر اهو بيبيض بسرعه، السكر بتاع التموين اللي هو الاسمر بيبيض امام حضراتكم زي ما انتم شايفين اهو امام حضراتكم، يعني اعزائي المشاهدين في كل مكان. ملح الصوديوم لا ليه ريحه ولا ليه طعام، يعني ملح الصوديوم لا ليه ريحه ولا ليه طعام، بل بالعكس هو بيبقى عمليه يعني شكرا يا استاذ احمد، بيزيد السكر هنا بيزيد، ملح الصوديوم بيزود. تعالى بقى حضرتك اما بتيجي تحلي اي حاجه بتلاقي حتى التحليه مش من معلقه واتنين، زمان يا جماعه ايام ما كان عندنا يعني السكر اللي هو بتاع القصب زي ما انتم عارفين بتاع ناجي حمادي كان اللي بيتم فيه، كان بيتم النهارده لو حطيت معلقه واحده بيحلي اسطول، بيحلي براد شاي كبير، لو معلقه واحده امام حضراتكم بيحلي براد شاي كبير. النهارده السكر ما بيحليش ليه؟ ما هو في جشع تجار، في جماعه النهارده على الغش، في جماعه النهارده بيحاولوا ان هم يغشوا المصريين. بنقول بقى للجهات المعنيه خلي بالكم يا جماعه، بنحاول نرصد لكم من كل مكان وما بنخافش، بل بالعكس احنا قلنا برنامج احداث الساعه لا يصدر ازمات للدوله، لكنه بيسعى جاهدا الى فتح العديد من الملفات وتدريبها للسيد المسؤول، واحنا النهارده بنقدم للمسؤولين، يعني بنقدم للمسؤولين، ما بنخافش من اي تاجر، ما بنخافش من اي جشع، بل بالعكس احنا وراك بالمرصاد، هنحاول نجيبك وهنحاول نرصدك عشان اللي انت بتعمله النهارده في المصريين، لا المصريين بقوا فاهمين، بل بالعكس النهارده انا وريتكم يا جماعه موضوع تعبئه تدوير السكر، تدوير الزيت امام حضراتكم، ورصدت لكم ما يتم حوالين موضوع الكاتشب وموضوع الصلصه وكمان موضوع التعبئه والتغليف، لان موضوع مهم جدا. موضوع التعبئه والتغليف، النهارده ناس بتكسب على قفا ناس، ناس بتكسب على حساب ناس. ما هو الناس الغلابه كتير، لما تيجي حضرتك النهارده تعمل مركز تعبئه وتغليف وتعمل اعاده تدوير واعاده انتاج، ما يعني يا ريت كل المصريين بقى بالراحه كده نخلي بالنا اهالينا في كل مكان. اعاده التدوير ده بيتم ازاي؟ او التعبئه والتغليف دي بتتم ازاي؟ صاحب المكان بيجيب مثلا طن او اتنين طن بيعملهم عمليه تعبئه وتغليف لكيس السكر. الفرق عنده بيبقى ضعيف جدا، ممكن يبقى الفرق في الكيس حوالي 50 قرش او جنيه، النهارده هو مش عايز يكسب ال 50 قرش او الجنيه، يعني النهارده في الطن مش عايز له 1000 جنيه، لا هو عايز له في الطن 10000 جنيه، فيعمل ايه؟ بيجيب الخامه اللي انا قلت لحضراتكم عليها ديا وبيعمل اعاده تدوير بتدي معاه الطن بيعمل 3 طن، يعني الطن الواحد من الخامه اللي بيحطها بتعمل له 3 طن سكر، عمل فرق بدل ما يعمل فرق النهارده جنيه بيعمل فرق 3 جنيه، عمل في الطن حوالي 30000 جنيه. النهارده ما هو هو ده الغش التجاري، زي ما احنا قلنا قبل كده في حلقات ان هناك لبن مبستر، هناك في غش تجاري، وهنرصد امام حضراتكم. ما احنا قلنا هنحاول نرصد امام حضراتكم العديد من المواضيع الهامه الهدافه اللي بيحاولوا النهارده يضحكوا على المصريين في اي مكان. النهارده لما قلنا هنعمل معمل، قلنا هنعمل معمل لان بنرصد على الحقيقه وبنشكر مراسلينا في كل محافظات مصر. النهارده يا جماعه يعني عندي مراسلين في كل مكان، لكن في بعض المحافظات يعني هنحاول نجدد هناك مراسلين، زي محافظة كفر الشيخ هنجدد فيها مراسلين، لأن طبعا المراسلين هناك يعني ربنا كرمهم وبقوا في أماكن آخر غير البرنامج. في بعض المراسلين في السويس برضو ربنا كرمهم بقى في برامج آخر غير البرامج بتاعتنا، فنحاول نرصد في السويس وكفر الشيخ الفترة القادمة بعض المراسلين، لكن بشكر كل مراسلنا في المنوفية، في بورسعيد، في القليوبية، في اسكندرية، في كل المحافظات بشكرهم، لأن النهارده بيرصدوا لنا يعني اللي احنا بنحاول نزوره أمام حضراتكم من كل مكان، وبنحاول يا جماعة إن احنا عرضنا أمام حضراتكم ما مدى الغش التجاري اللي بيتم بعلامات وهمية وبيحاولوا يضربوا المصانع الرسمية
الرسميه اللي ليها علامه جوده نخلي بالنا في كل مكان، لان النهارده الرصد تامم على كل المصانع اللي تحت بير السلم، وهنحاول يعني نحاول نجيب لكم بعض المصانع اللي هي فيها الغش عن طريق الغذاء والطعام والحاجات دي، لان طبعا النهارده الموضوع اوعى تفكر ان انت النهارده بتضحك على المصريين، بل بالعكس انت ما بتترصد او تفكر ان انت تكسب على يعني على اهالينا في كل مكان، انت بتضحك على نفسك ما بتضحكش على المصريين، لان النهارده اما تعمل غش تجاري فالموضوع النهارده من زمان انت حاطط في اعتقادك المكاسب اللي بتيجي حرام بتروح حرام، فخلي بالك النهارده احنا بنرصد كل خطوه لكل مصنع تحت بير السلم، وبنقول كده لان ده يا جماعه زي ما قلنا بنشكر رجال مباحث التموين في كل محافظات مصر لرصدها لهذا الامر، والنهارده ما بقاش الجهاز التنفيذي مختص بالاجهزه اللي شغاله بس فوق، بل بالعكس كل اجهزه مؤسسات الدوله شغاله في اتساع كامل وفي تلاحم وتناغم بين الرؤيه العامه للدوله الحديثه لدوله مصر العظيمه لشعبها العظيم، نخلي بالنا اهالينا في كل مكان. بشكركم اهالينا اهالينا في كل مكان على مستوى محافظات مصر، ويا رب نكون النهارده كنا عند حسن ظنكم، وان شاء الله الاسبوع القادم انتظرونا يوم السبت الساعه 7 مساء ويوم الاثنين الساعه 7، وان شاء الله يكون ده ميعاد البرنامج بعد كده ان شاء الله، وهنكون عند يعني يا ريت نكون عند حسن ظنكم، ويا ريت نكون ادينا الرؤيه والصوره. بشكركم وفي رعايه الله وتصبحون على خير، ويا رب نكون وصلنا الرساله.